هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر. في هذه الفترة هذه يوم 28 جانفيي كاين اليوم العالمي للحفاظ على المعلومات، يوم عالمي سي لا جورني انترناسيونال دو لا بروتيكسيون دو دوني. والشاطر يعطينا الحل حكايات فيها عبرة حكمة مثل. اليوم تشرح لكم على حياة المجاهد مهاردة مصطفى، ولد المجاهد. مرحبا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد في هذه المرة رايحة تدير تقدير وتكريم للجدة. جداتي جداتي أنتي سر بسمتي، رؤياتي بهجتي يا سعدي وفرحتي. ثم تاني لكم تشاهدوا فينا، إلى حبيتوا تسجلوا للحضور للحصة ما عليكم إلى توجهوا للإنترنت موقعنا عمويزيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام، نحبكم. ودي من عمري تحيي لنا مورك دي يا جدتي، ودي من عمري تحيي لنا مورك دي يا جدتي. جدتي جدتي أنتي سر بسمتي، رؤياتي بهجتي يا سعدي وفرحتي. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني له. تعالوا هلموا إلينا نضفوا مع عمو.